بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع، وعودة مرة أخرى لآخر أيام دورة المجمعة الأولى لدوري المرتبط سيدات موسم 23-24، واليوم الأخير قبل الذهاب إلى العودة في الدورة المجمعة الثانية، ومباراة اليوم ما بين الأهلي والتأمين مصر للتأمين. نبدأ على بركة الله تشكيل فريق التأمين، جهازه الفني بقيادة الكوتش نيفين عقل مدير فني، كابتن أحمد نجا مدرب عام، كابتن هاني خطاب مدرب، كابتن أحمد المنشاوي مدير إداري، كابتن أحمد الجويلي محلل الأداء، دكتور عمرو الصدفاء وعلاج طبيعي، وكابتن سعد أبو اليزيد مخطط أحمد. أما عن تشكيل نادي التأمين اليوم، حور عبد الظاهر، ندى ياسر، هاجر علي، ملك شعبان، رنا نبيل، كريمان صلاح، هالة علي، رنا عبد الظاهر، نادين ياسر، سلوى هارون، وكابتن الفريق مريم صلاح ومنة مطيع. ده تشكيل نادي مصر للتأمين. وقدامنا دلوقتي تعليمات الكوتش طارق خيري وجهازه الفني كابتن علياء محمود، كابتن كريم اسماعيل، كابتن ماجد فوزي مدير الفريق، كابتن نجاح إدارية، كابتن أكرم الشرباجي محلل الأداء فني، دكتورة ياسمين الكيلاني علاج طبيعي، دكتورة مروة الحسيني طبيبة الفريق، كابتن محمد علي مخطط أحمال، دكتورة إيمان أحمد تدليك، ودكتورة مي القاضي معد نفسي. أما عن تشكيل اللقاء اللي هيبدأ بيه النهاردة، الكوتش طارق خيري، رضوى محمد، حبيبة بيكو، سرايا محمد، تمارة نادر، يارا أسامة، رنيم الجداوي، الكابتن ودينا عمرو، ندى نافع، نوع الشتاء، فريدة وائل، ميرال أشرف، والمحترفة فاتو دي جانين. ده تشكيل النادي الأهلي اليوم. خرجت طبعا النهاردة للإصابة لاعبة الفريق رقم 99 بسبرين أنكل أو التواء في الكحل جايدة خالد، ونادين سلعوة لأجازة الزواج. مبروك لنادين، وعلى بركة الله في خلال ثواني سنبدأ أحداث اللقاء. على فكرة نفكر كده السادة المشاهدين بنتائج الفرقتين في اليوم الأول والثاني. اليوم الأول بالنسبة لنادي التأمين، في يوم الأول تقابل مع نادي الطيران فاز بنتيجة 61-39 في الفريق الأول، أما المرتبط فاز بنتيجة 84-40. ده بالنسبة لفريق الطيران مقابلته أمام التأمين. أما في اليوم الثاني التأمين تقابل مع الأولمبي في الدرجة الأولى ففاز بنتيجة 75-46، أما المرتبط فهزم أمام الأولمبي بنتيجة 55-44. أما نتائج النادي الأهلي ففي اليوم الأول تقابل مع الأولمبي، فاز الأهلي في الدرجة الأولى 77-43، وفي المرتبط 73-32. وفي اليوم الثاني أمس تقابل مع الطيران، فاز على الطيران 85-20، وفاز في المرتبط 94-23. قراءة الفاتحة ثم النزول إلى الملعب والاستعداد للجامبول الأول والأخير ورمية القفز. ده خماسي الستارت اللاين اب اللي بدأ بيه كوتش نبيل عقل، رنا نبيل، هالة علي، سلوى هارون، منة مطيع، ومريم صلاح. ده الستارت اللاين اب لنادي مصر للتأمين. حكام اللقاء النهارده الكابتن تامر يحيى والكابتن رنا خالد. الستارت اللاين اب لنادي الأهلي، ميرال اشرف، سوريا، فاتو دي جانيه. على حسب الصوره يعني نشوف مين متبقي. صور التذكاريه قبل بدايه احداث اللقاء. الجهاز الفني النادي الاهلي بقياده الكوتش طارق خيري، ورحله البحث عن الحفاظ على لقب دوري المرتبط الفائز به العام الماضي الكوتش طارق خيري في دوري اللا هزيمه الذي انجزه الموسم الماضي. لقطات تذكاريه وصور تذكاريه ما بين اللاعبات والجهاز الفني وتواجد نادين السلعوه بعد عودتها من الاجازه. الستارت لاين اب للنادي الاهلي، فريده وائل، رضوى محمد، سوريا، ميرال اشرف، فاتو دي جاني. ده الستارت لاين اب للنادي الاهلي. اما النادي مصر للتامين، هاجر علي، مريم صلاح، منى مطيع، سلوى هارون، وهاله هاله علي، و رنا نبي. على بركه الله الجامبول الاول. صورة والدة سوريا دائما وابدا تدعمها، حريصة على متابعتها وبتحضر في المباريات.
دائما وابدا جيشك الوحيد هو الام. فريده وائل وفي انتظار، هي وميرال اشرف في انتظار انطلاق المباراه. استعدادات ان شاء الله. النادي الاهلي هيلعب الدوره المجمعه الثانيه يوم الخميس 12/10 باذن الله. الاهلي هيقابل الاولمبي في صاله سبورتنج، ثم يقابل الطيران في اليوم الثاني في صاله سموحه، ثم يقابل مصر التامين في صاله الاولمبي. الجامبول والحيازه للاهلي والاهلاويه بالقميص الازرق. ميرال اشرف في البنتريشن، رضوى محمد على الاوبن شوت 3 بوينت، اولى الثلاثيات لكن تخفق فيها وتطلع اوتسايد لصالح النادي نادي مصر التامين. رنا نبيل هي البوينت جارد النادي مصر التامين. مريم صلاح لمنى مطيع، باصات سريعه، هلا علي، وادي كره لسلوى هارون. سلوى بتعمل فيك حلوه قوي وبتنجح في تسجيل اولى نقاط مصر التامين في احداث وعمر الكوارتر الاول والمباراه. بوينت جارد النادي الاهلي رضوى تسلم لميرال، هاند اوف على طول مع فريده، فريده لسرايا، سرايا على الاوبن شوت 3 بوينت، سرايا ثلاثات سرايا لا تنجح في التسجيل. منها مطيع ديفنسيف ريباوند وتسلم لرنا نبيل، تهدم ملعبها على السيت بلاي، تقلب الملعب لهلا علي. هلا لو اخت توأم في نفس الفريق تخطف وتعمل الستيل. ميرال اشرف، ميرال رايحه في الفص بريك توصل وتنجح في تسجيل اولى نقاط النادي الاهلي في احداث وعمر الكوارتر الاول والمباراه. رنا نبيل هتطلع الاوت، ضغط النادي الاهلي مان تو مان، بريس فول كورت من اول ملعب. منها مطيع طلع لهاله، هالة بتروح على طول وبتعدي قبل الثمان ثواني، تسلم لمريم صلاح الشهيرة بالحاوي. مريم مستنية السكرين، هالهاند اوف على طول مع منى مطيع، بتبحث عن الثلاثية. بيك اند رول رائع مع منى مطيع، في الأخير تخبط في إيد فريدة وائل وبتطلع أوتسايد. ده الستيل الرائع اللي عملته ميرال أشرف ونجحت في تسجيل أولى نقاط اللقاء. سلوى هارون تسلم لهالة علي. هالة لسلوى تحت الباسكت في البلاي 1 ان 1 لكن ال 24 ثانيه البازر تايم كان اسرع من سلوى هارون. تقول الكره على طول في حيازه النادي الاهلي وترن اوفر على نادي مصر التامين. ميرال اشرف سلم على طول لرضوى محمد، رضوى مان تو مان نادي مصر التامين لفاتو السنغاليه مواليد 96 متر 93 سنتي. ميرال اشرف في الدرايف، ميرال توصل تروح تسجل ومعاها نقطتين واند وان وفاول وخطا شخصي، هنشوف على مين كابتن تامر يحيى. ادي الاعاده اعتقد على رنا نبيل، فاول وخطا شخصي على رنا نبيل. اند وان تنجح في تسجيل الفري ثرو والاند وان لصالح النادي الاهلي. ميرال اشرف منى مطيع طلع لسلوى هارون، ضغط النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم مان تو مان، بريس فول كورت، سلم لمنى مطيع لوحدها خالص فاتوا معاها، لكن هنا في الاخير مخالفه المشي بالكره طبقا لاشاره كابتن تامر يحيى، والووكن والترن اوفر جديد على نادي مصر للتامين. منى مطيع هي اللي ترتكب الترن اوفر. رضوى محمد تبدا الهجمه للنادي الاهلي، مان تو مان تبحث عن فاتو، سلم فاتو تاخد السكرين، قطعت لها راحت طلعت الكوره كيك اوت. سرايا لسه سرايا معاها الكوره، تسلم لميرال، ميرال على الاوبن شوت 3 بوينت لا تنجح في التسجيل. هاله ديفنسيف ريباوند تلم وتطلع بالملعب، تسلم لرنا نبيل، رنا الهاله مره ثانيه، هاله في البيز لاين لرنا، منها مطيع تحت الباسكت تلعب بال1 ان 1 تحاول وسط ثلاثه تطلع كيك اوت ولا اتخطفت، تتخطف على طول. ميرال اشرف تستلم في الفاست بريك او فريده وائل عفوا لسرايا، مستنيه اللي قاطع سرايا وتسلم لميرال، ميرال في الدرايف، ميرال بنتريشن، ميرال وصلت، ميرال نجحت ميرال في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. ميرال اشرف على التسجيل، رنا نبيل لهلا علي لرنا مره ثانيه، مان تو مان النادي الاهلي 7-2 للصالح الاهلي والاهلاويه. ملكات النادي الاهلي يتقدمنا على المصري التامين حتى هذه اللحظه. سلوى هارون لمنى مطيع تستغل الميس ماتش لكن الكره كده تخبط في ايديها وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. يعني ايه ميس ماتش يا كابتن احمد؟ يعني لعيب طويل بيدافع عليه لعيب قصير، يستغل فرق الطول لصالحه يقدر يلف ويلعب بيه ويسجل باسكت بدون ادنى عرض. كروس اوفر رائع وفيك اروع من كده مفيش من رضوى محمد، تنجح في الباك لاب تسجل نقطتين كمان عشان تعلي الفرق الى 9 نقاط، 9 7 نقاط فارق، 9-2 والكره في حيازه نادي
مصر التأمين، رنا نبيل بتعدي تطلع لسلوى هارون، منا مطيع تحت الباسكت لكن ما تمسكش المرة دي، تستلم وتعمل ستيل، رضوى محمد، رضوى تطلع لسرية، سرية لسه سرية في الأول زاوية، طلعت الكيك أوت لفريدة على الأوبن شوت، فريدة لا تنجح في التسجيل، الحاوي يلم ويطلع على طول، لكن الستيل حاضر عند رضوى، رضوى وتدي الفاتو، فاتو بأعلى نقطة تنجح في تسجيل نقطتين للصالح النادي الأهلي. على طول كوتش نيفين عقل لازم تطلب تايم أوت بعد ارتفاع الفارق إلى 9 نقاط للصالح النادي الأهلي. هذه الكرة الأخيرة اللي بدأت من عند لونج باس كده من لعيبة نادي التأمين، قطعت على طول رضوى، سلمت بالأسيست الفاتو اللي نجحت تسجل نقطتين وتعلي الفارق إلى 9 نقاط 11-2. نسمع تعليمات التايم أوت ونرجع لحضراتكم مرة تانية. انتهى التايم اوت اللي طلبته الكوتش نيفين عقله، اجرى التغيير وحيد بنزول نادين ياسر ابو الفتوح بدلا من منا مطيع، واستمرار الرباعي كما هو. نشوف كابتن طارق خيري او الكوتش طارق خيري هل اجرى تغييرات؟ لا اعتقد هذا. ضغط النادي الاهلي ما زال، فريده وائل، مرال، اشرف، رضوى وفاتو، و شوف مين معاهم الخامس، سرية. الخروج من البريس هو الحل ليه نادي مصر التأمين. عدت رنا نبيل قبل الباك زون، رنا تسلم على طول ليه نادين ياسر، هاند اوف على طول مع مريم صلاح لهالة علي، هالة يبحثنا عن الثلاثيات، هالة لسه هالة البيك اند رول لكن تقلب الناحية التانية على طول، آخر 3 ثواني في زمن الهجمة، مريم تسلم البيك اند رول نادين ياسر بتشوط لكن بزر 24 ثانية كان هو الأسرع، وتقول الكرة على طول في حيازة النادي الأهلي، تيرن اوفر جديد على نادي مصر التأمين والحيازة للأهلي والأهلاوية. أوتسايد للأهلي، ميرال أشرف هتسلم لرضوى، رضوى محمد تعدي بالكورة، مان تو مان ما زال نادي مصر التأمين. رضوى هوشت حلوة قوي، كانت خدعت الكل إنها رايحة بالهاند أوف لكن تنجح انها تخترق وتسلق وتروح على الباسكت وتسجل نقطتين كمان عشان تعلي الفارق الى 13-2. رنا نبيل، رنا لسه رنا لنادين ياسر بتدور على قطع لها، وصلت هاله سلوى هارون تحت الباسكت لكن فاتو ترتكب معاه خطا شخصي وفاول للصالح مصر للتأمين. فاول الثاني على النادي الاهلي. هنا الإعادة كله راح على الهاند أوف لكن هي قدرت بالكروس أوفر كده سريع تقلب الملعب والأوضاع وتثبت الناس وتروح هي على الباسكت وتسجل نقطتين. هالة علي لسه الكورة مع هالة، آخر 6 ثواني في زمن الهجمة، تعلق للحاوي، الحاوي بيحاول يلعب واحد على واحد بالهوك لكن لا ينجح في التسجيل، تنجح في التسجيل، فاتوا على طول ديفنسيف ريباوند، أعتقد في هنا تكنيكال فاول، أعتقد في تكنيكال فاول. الصفارة دي تكنيكال فاول. نشوف هل تكنيكال فاول على يعني على البنج او المدربين، ده اللي هنشوفه دلوقتي. زي ما قلت لحضراتكم تكنيكال فاول، اعتراض ممكن يكون من احد اللاعبات او من الجهاز الفني ما شفناهاش، لكن الاشاره واضحه بانها تكنيكال فاول او ان سبورتس عفوا. رميتين لسوكا، فري ثرو اول لسوكا تنجح في التسجيل او تكنيكال فاول، خلاص يبقى كده تكنيكال فاول، رميه وحيازه والاوتسايد لملكات الباسكت بالنادي الاهلي.
سرايا تستلم الكره، تبدا الهجمه هي سرايا تاخد بوزيشن 1 او البوينت جارد او صانع الالعاب، سكرين اول في سكرين ثاني او استجر سكرين لميرال تحت الباسكت فاتو بتلف بالفيد اواي لكن ما بتنجحش في التسجيل، تخبط في ايد لاعبات نادي التامين وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد للاهلي. سرايا تستلم لكن ما تلحقش وعلى طول الكره تطلع اوت باك زون لصالح نادي او عفوا اوتسايد لصالح نادي مصر للتأمين. 14-2 انتصاف احداث وعمر الكوارتر الاول، مر منه 5 دقايق و12 ثانية تقريبا. اوتسايد من مكانه رنا نبيل هتطلع الاوت، لسه النادي الاهلي بيضغط وادي اللونج باص على طول لهالة علي. تلحق هالة عفوا، هالة لسه معاها الكرة، نادين تحت الباسكت مستنياها لكن طلبت السكرين راح يطلع سلوى البيك اند رول للطريق فاضي، راحت وصلت بشمالها تنجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي مصر للتأمين عن طريق هالة علي. تصبح النتيجة 10 نقاط فارق 14-4. استجر سكرين تاني، سكرين أول وتاني تقلب على طول لميرال، ميرال تطلع الكيك أوت لفريدة وائل، فريدة على الأوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول مريم صلاح الشهيرة بالحاول تسلم لرنا نبيل، رنا في السيت بلاي، رنا لسه الكرة معاها حاول تخترق في البيك أند رول مع سلوى هارون، تلحق سلوى هارون تخترق هي كمان وتوصل وتروح بالفلوتر شوت لكن فاتو ترتكب معاها فاول وخطأ شخصي بالتو شوتس لصالح سلوى هارون. هذه الكرة الإعادة لهالة علي بالهوك الشمال وسلوى هارون على الفري ثرو الأول. تمارا نادر نزلت الملعب أعتقد نشوف مكان مين، فري ثرو أول غير ناجح لسلوى ورمية حرة تانية وفري ثرو تاني تنجح في التسجيل. 14-5 لصالح النادي الاهلي. رضوى محمد تبدا الهجمه للاهلي. رضوى تميم جداوي تمرة نادر نزلوا ارض الملعب. ميرال اشرف تروح لكن تعترضها رنا نبيل بفاول وخطا شخصي. تو شوتس لرنا ليه لا عفوا رقم 10 هالة علي هي اللي بتعترضها بفاول وخطا شخصي. كده كوتش طارق خيري اجرى تغيير بنزول تمارا نادر و رنيم جداوي وادي الفري ثرو الاول والرمية الحرة الاولى للميرال. الفري ثرو الأخير تنجح في التسجيل. ضغط النادي الأهلي من أول ملعب لكن من أول كوارتر ضغط بس فول كورت مان مان. رنا نبيل طلع على طول لسلوى هارون، سلوى لكن في فاول رضوى محمد تعترضها بفاول وخطأ شخصي. رضوى محمد وخطأ شخصي. نادين ياسر حاول تلعب واحد على واحد مع تمارا نادر بتعمل على دبل تيم على طول من ميرال اشرف مع تمارا لسه بتطلع الكوره، طلعت الكوره فعلا سلمت على طول لمريم صلاح على اوبن شوت مريم لكن اير بول تلم على طول سكند شوت عند سلوى هارون بتطلع كيك اوت لرنا نبيل على الاوبن شوت في ال 24 ثانيه تتجدد مره ثانيه ل 14 هالة علي وتهدى وتسلم لرنا نبيل. رنا نبيل اخر 10 ثواني في زمن الهجمه ستيل رائع من رنيم جداوي، رنيم في الاول زاويه رنيم وتحاول معاها سلوى هارون لكن كده بتعترضها بفاول وخطا شخصي وتو شوتس لصالح نادي الاهلي على التنفيذ رنيم جداوي.
رنيم فري ثرو اول ناجح، تنجح في تسجيل الفري ثرو الاول والرمية الحرة الاولى، وفري ثرو تاني ورمية حرة تانية ايضا ناجحة لرنيم جداوي. تغيير، نشوف مين رضوى وسرايا يخرجوا، نشوف مين نزل مكانهم، وندى ياسر مكان رنا نبيل في مصر للتأمين. هلا هتخرج الاوت، لسه الاهلي ضاغط. مريم صلاح لسلوى هارون لنادين ياسر، سلم مره ثانيه لمريم صلاح، سلوى هارون لوحدها في غفله دفاعيه تلف وترتكز وتروح لا تنجح في التسجيل، صراع على الكره تنتهي ايضا عند سلوى هارون. سلوى تحاول مره ثانيه تطلع كيك اوت لندى ياسر لكن لا تنجح في التسجيل. تمرة نادر ديفنسيف ريباوند ولا اروع، لكن مخالفه الكره، مخالفه المشي بالكره، ترددت تمارة في اتخاذ القرار وطلعت ووب. نزل دلوقتي مكان رضوى ومكان سوريا دينا عمرو وحبيبه بيكو، خرج قبلهم فريده وائل وفاتو دي جمال. نرجع للمباراه، هالة علي، هالة طلعت الكره لندى ياسر، درايف من الميدل لكن هنا في اعتراض وفاول على ميرال اشرف بالتو شوتس، تحسبه كابتن رنا خالد، والشوتس لصالح ندى ياسر. تركيز من الكوتش طارق خيري، 17-5 فري ثرو اول لندى تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني لندى ياسر لا تنجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من رنيم جداوي، رنيم في ال1 ان 1 لسه رنيم تحافظ على كرتها، لكن ووكن ولا ايه الاشاره؟ ايه الاشاره طبقا لكابتن تامر؟ مخالفه المشي بالكره او الووك على رنيم جداوي، تيرن اوفر على النادي الاهلي. تقول الكره على طول لصالح نادي 17-6 زي ما حضراتكم شفتوا كده لصالح نادي التامين، لكن رنيم تعدل من خطاها مره ثانيه وتعمل السيل وعلى الفاست بريك تنجح في تسجيل نقطتين كمان عشان تعلي الفارق الى 19-6، فارق 13 نقطه ندى ياسر. ضغط النادي الاهلي ما زال، ندى بتهوش، سلم لمريم صلاح، مريم ضغط من دينا عمرو عليها، تسلم ليه هالة علي، تاخد السكرين من سلوى هارون، هالة اختراق بالفلوتر شوت راحت لكن لا تنجح في التسجيل، تزق على طول الكره توصل لدينا عمرو، دينا عمرو تبدا الهجمه وتسلم لرنيم جداوي، رنيم الاسيست لكن كان متاخر شويه، لكن جود ايديا او فكره كويسه وتطلع اوتسايد لصالح نادي مصر للتامين. الستيل الاخير والفاست بريك الاخير اللي سجلته على طول صلحت التيرن اوفر رنيم جدا، وادي هجمه لنادي النادي الثاني، اسيست من ندى ياسر تسلم نادين ياسر وتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي التامين. 19-8 11 نقطه هو الفارق، هاند اوف مع دينا عمرو، دينا عمرو هاند اوف مره ثانيه مع ميرال اشرف، ميرال اشرف للسكرين والاختراقات، كيك اوت على طول لبيكو، بيكو في الاكسترا باص لتمارا نادر، تمارا نادر على اوبن شوت لا تنجح في التسجيل، سكند شوت عند النادي الاهلي حاضر، سلم لحبيبه بيكو على الاوبن شوت، حبيبه تنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح بنات النادي الاهلي، حبيبه بيكو بعد كيك اوت من ميرال اشرف تنجح في تسجيل 3 بوينت لصالح النادي الاهلي. هلا علي تقود هي الملعب بوينت جارد بعد خروج رنا نبيل، هلا لمريم صلاح، لهلا مره ثانيه ندى تقلب الملعب لهاله، سلم ليه سلوى هارون لكن الستيل حاضر على طول عند رنيم جداوي، والفص بريك موجود عند ميرال اشرف اللي تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. هلا علي تروح وتخترق وتسلم ليه سلوى هارون اللي بتنجح في تسجيل نقطتين، اعتقد هنا في فاول واند وان لصالح سلوى هارون، في فاول واند وان لصالح سلوى هارون، اند وان فعلا لصالح سلوى هارون. 24-10 صالح النادي الاهلي، اقل من دقيقه متبقيه، اند وان غير ناجح، تلم رنيم جداوي في الديفنسيف ريباوند، تطلع بالملعب تقلب الملعب الناحيه الثانيه على طول لدينا عمرو، دينا عمرو بتهوش والباك بيفو بتنجح في تسجيل نقطتين بالباور لاب، بتنجح تزود حصه وغنيمه النادي الاهلي ل 26-10. سلوى هارون تقلب للحاوي، مريم صلاح على الاوبن شوت لوحدها خالص تشوط، عندها برسنتج كويسه في الثري بوينت، تنجح في تسجيل ثلاث نقاط كمان لصالح نادي مصر للتامين.
13 نقطة والفارق 26-13 لصالح النادي الأهلي. تمارا نادر لرنيم جداوي، اسكرينات بتحصل، تاخد بوزيشن على طول ميرال، تسلم لحبيبة بيكو، رنيم جداوي، بيكو بتحاول تخترق أو تعمل بنتريشن لكن بيتم اعتراضها من نادين ياسر أبو الفتوح بفاول وخطأ شخصي لصالح حبيبة بيكو. تو شوتس لصالح حبيبة بيكو. بيكو والفري ثرو الأول تنجح في التسجيل. حبيبة بيكو والفري ثرو الثاني تنجح أيضا في التسجيل. ثواني أخيرة متبقية في أحداث عمر الكوارتر الأول. ضغط النادي الأهلي 28-13 15 نقطة والفارق. هالة علي، هالة لسه، هالة هاند أوف مع ندى. ندى بتشوت من بعيد قوي لكن اير بول وبتطلع اوت سايد وياتي مع صافره انتهاء احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي 28-13. استراحه قصيره اعزائي المشاهدين ما بين احداث الكوارتر الاول والثاني على ان نلقاكم سريعا فلا تذهبوا بعيدا. يلا مصطفى. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين وبدايه احداث الكوارتر الثاني ما بين النادي الاهلي ونادي مصر للتامين في ختام ثالث ايام الدوره المجمعه الاولى لبدايه احداث دوري المرتبط الدور التمهيدي. زي ما قلت لحضراتكم انتهت احداث الكوارتر الاول بالنتيجه 28-13 لصالح النادي الاهلي. تعليمات الاخيره للكوتش طارق خيري وبدايه احداث الدور التمهيدي او الدور المجمعه الثانيه ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم هتبدا يوم الخميس 12/10 والجمعه 13/10 والسبت 14/10. الاهلي هيلعب الاولمبي في اليوم الاول في صاله سبورتنج، ثم الطيران في صاله سموحه، ثم مصر التامين في صاله الاولمبي. الستارتنج لاين اب للكوتش طارق خيري، كابتن تامر يحيى الحكم الاول للمباراه. نقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين. حبيبه بيكو، دينا عمرو، فريده وائل، ورنيم جداوي، تماره نادر، ده خماسي النادي الاهلي والكره في حيازه نادي التامين. هلا علي في البنتريشن، تروح تقف وتشوت لكن لا تنجح في التسجيل. بيكو على طول ديفنسيف ريباوند، بص على الفاست بريك، تقلب لفريده وائل، تلحق فريده وائل، تقلب على طول رنيم جداوي من الباور ليب بشمالها، تنجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. أولى نقاط أحداث الكوارتر الثاني، ندى، ياسر، سلوى، هارون، هالة علي، مريم صلاح، ونادين ياسر، ده خماسي أو الستارتنج لاين أب اللي بدأت بيه كوتش نيفين عقل. زون ديفنس النادي الأهلي، تنويع الدفاعات من الكوتش طارق خيري. ندى ياسر بتدور على سلوى هارون، واخدة البوزيشن، حاولت معاها مرة والثانية لكن الفاول هنا كان على من نصيب تمارا نادر رقم 33. كابتن رنا خالد في إشارة إلى رقم نادي تمارا نادر. أوتسايد لصالح نادي مصر للتأمين. منى مطيع على بتجهزها كوتش نيفين عقل. هالة علي في الون ون، قلب كوتش طارق مان تو مان. هالة سكيب باس على طول لمريم صلاح، مريم تحاول تخترق، تروح بالفلوتر شوت لكن لا تنجح في التسجيل، تحاول معها السكند تشانس كده لكن رنيم جداوي تلمسها وبتطلع اوتسايد. سلوى هارون تخرج من التأمين، تنزل منى مطيع زي ما قلت لحضراتكم. هلا علي
سلم نادين ياسر ابو الفتوح لهاله في البيز لاين بعد ما خدت السكرين. هاله في البنتريشن طلعت الكيك اوت على طول للحاوي، شطت على اوبن شوت لكن لا تنجح في التسجيل. بيكو على طول بوكس اوت حاضر وتلم وتطلع لتمارا، تمارا في الاول زاوية تطلع لدينا عمرو، دينا عمرو بالبيز لاين على الاوبن شوت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط دينا عمرو عشان توسع الفارق الى 33-13، فارق ال 20 نقطه. الاهلي سجل خمس نقاط في بدايه احداث الكوارتر الثالث، لم يستطع نادي مصر التامين تسجيل اي نقاط حتى هذه اللحظات، لكن هنا بلوك رائع من دينا عمرو تلم على طول رنيم الجداوي وتطلع اللونج باص على الفاست بريك لفريده وائل تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. تحاول دينا عمرو تعمل الستيل لكن هال علي كانت اسرع، تقلب هال على ندى ياسر. هال ندى تاخد السكرين من منى مطيع، منى كابتن فريق، تخش ندى وتوصل وتروح وتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي مصر للتأمين. حبيبه بيكو في بدايه الهجمه للاهلي، بيكو استجر السكرين تروح على طول ليه تمرة نادر اللي لقت نفسها فاضيه بتشوط لكن اللي ما بتنجحش في التسجيل نادين ياسر ابو الفتوح. ديفنسيف ريباوند وتسلم لندى ياسر. ندى ياسر قائم باعمال البوينت جارد او صانع الالعاب بعد خروج رنا نبيل. منى مطيع كابتن الفريق لندى ياسر، عملت السويتش كويس قوي نادين ياسر، تحاول تحط باسكت لكن في الاخير تعترضها ببلوك رنيم جداوي. تسلم على طول تمرة نادر لدينا، دينا باونس باس كده لفريده وائل لا تنجح في التسجيل. تحاول معاها رنيم جداوي لكن بتحصل معاها على فاول وخطا شخصي من سكند شوت او سكند شانس وتو شوتس لصالح رنيم جداوي. تو شوتس او رميتين حرتين لصالح رنا جداوي. عادت رنا نبيل مره ثانيه الى ارض الملعب، رنا على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. تغيير اخر رنا نبيل هنشوف خرجت نزلت مكان مين. والفري ثرو الاخير الثاني نجحت ايضا في التسجيل. رنا رنيم جداوي هتخرج وتنزل مكانها نهى شتا. ندى ياسر متواجده، هل خرجت هال علي؟ شوف دلوقتي رنا نبيل، هال علي متواجده، نادين ياسر او هاجر اختها هي اللي نزلت دلوقتي، دخلت مكان مريم صلاح. ندى حاول تخترق تروح وتوصل وتسلم الكره حلوه قوي لنادين ياسر تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي مصر التامين. بدايه الهجمه عند حبيبه بيكو، بيكو 4 دقائق 3 دقائق ونص فاتوا تقريبا على بدايه احداث الكوارتر الثاني. بيك اند رول مع تمارا نادر، تمارا تخترق تروح توصل لكن لا تنجح في التسجيل. هاجر علي تلم الديفنسيف ريباوند تبدا الهجمه على طول، مستنيه مين اللي بيجري، هتقلب على طول لرنا نبيل. رنا نبيل على اوبن شوت شاطت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. نادين ياسر تحاول معاها تنجح في الحصول على السكند شان، طلع الكيك اوت تخطف وتعمل الستيل على طولها فريده وائل. فريده دفاع قوي من ندى لكن هنا في خطا وفاول. لا هنا هنا في ترن اوفر ولا فاول؟ اعتقد ترن اوفر على فريده وائل. ووكن على فريده وائل، رنا نبيل هتطلع الاوت، تسلم ليه سلوى هارون تلف وترتكز وتسلم لمنى مطيع اللي نزلت مكان نادين سلعوه على الاوبن شوت كده لكن ما تنجحش في التسجيل. يلم النادي الاهلي على طول، حبيبه بيكو تبدا الهجمه، بيكو تاخد السكرين من نهى شتا على الاوبن شوت شاطت نجحت في تسجيل ثلاثيه جديده لصالح النادي الاهلي. بيكو تعلن عن تواجدها بثلاثيه لصالحها وصالح النادي الاهلي. رنا نبيل في بدايه الهجمه، ندى ياسر مان تو مان النادي الاهلي بتهوش، سلم لهاجر علي. هاجر لسه هاجر معاه الكوره تدي في البيك اند رول لسلوى هارون لكن تتقطع وتسيطر عليها ندى، تسلم لهاجر، هاجر فاضيه ترددت لكن شاطت ما نجحتش في التسجيل. منى مطيع اوفنسيف ريباوند لرنا نبيل تهدف السيت بلاي مره ثانيه اخر 10 ثواني في زمن الهجمه. رنا في البنتريشن تروح توصل ما تنجحش في التسجيل، تحاول وتعافر معاها مره ثانيه رنا تنجح في انها تحصل عليها. سلوى هارون درايف سلوى، راحت سلوى، بنتريشن سلوى لا تنجح في التسجيل. تمارا تحسم الجدل على طول وتلم الديفنسيف ريباوند في الاول زاويه تطلع على طول نادين
لدينا عمرو اللي بتنجح بثلاثيه ثانيه ليها وثالثه في احداث الكوارتر الثاني. دينا عمرو ثلاثيه جديده توسع الفارق الى 43 من نفس المكان تقريبا لدينا عمرو 43-17. هاجر لسه هاجر معاه الكوره، سلم الكوره لندى. ندى عايزه تعمل بنتريشن الساند سكرين من سلوى، لكن في الاخير فريده وائل اوفنسيف فاول هنا على ندى. ندى ياسر اوفنسيف فاول على ندى ياسر تجاه فريده وائل، اوتسايد لصالح النادي الاهلي. الثلاثيه بتاعت بيكو وبعديها على طول ثلاثيه دينا عمرو. خروج تمرة نادر ونزول ندى نافع من نادي الاهلي حبيبة بيكو. تعدي بكروس اوفر لكن الكرة كده يعني كابتن طارق غير لا سبتيها ليه، العبي العبي حاول عليها. اوتسايد وترن اوفر على النادي الاهلي. رنا نبيل تبدا الهجمه لسه رنا تعدي. رنا نبيل سلم لهاجر، هاجر علي في الدرايف، هاجر توصل هاجر بشمالها، هاجر تنجح هاجر في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. هنا يوجد تايم اوت. راحت بشمالها، شكرا للإعادة. أعتقد في تايم أوت أو لا، تم إلغاء التايم أوت. حبيبة بيكو سكرين من نهى شتا، علقت لها الكورة حلوة أوي. نهى راحت وصلت لكن في هنا صافرة بفاول وتو شوتس لصالح نهى شتا. أسيست حلو من حبيبة بيكو، ذكاء في التحرك من نهى شتا. ندى ياسر والفاول الثاني بعد الأوفنسيف فاول اللي اتحسب عليها تجاه فريدة وائل. تو شوتس او رميتين حرتين لصالح نوع شتا. رميه حره الاولى تنجح في التسجيل، فري ثرو اول ناجح لنوع شتا. فري ثرو ثاني لنوع شتا. تنجح ايضا في التسجيل. تغيير سلوى هارون من مصر التامين تخرج، هنشوف مين ينزل مكانها. رنا عبد الظاهر رنا نبيل هتطلع الاوت، يضغط كوتش طارق خيري تسفل كورت من اول الملعب. منا مطيع بتعدي، منا تقف قبل الثمان ثواني تسلم رنا نبيل. رنا نبيل حاول تعدي من البيز لاين، رنا تقلب الملعب الناحيه الثانيه على طول لندى. ندى من البيز لاين الناحيه الثانيه اتقفل عليها، طلعت الكوره لرنا عبد الظاهر. رنا في اولى الثلاثيات لكن بعيده ما بتنجحش في التسجيل. بيكو على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لنهى شتا، تطلع بالملعب نهى، اقرب لعيبه هتسلمها هي فريده وائل. فريده قطعت لها نهى شتا خدت بوزيشن، فريده بتهدى بالملعب في السيت بلاي. ندى راحت لها في السكرين، نهى شتا تقلب الملعب لدينا عمرو. دينا عمرو بسكرين مع نهى شتا، عدت دينا لكن الكره وقعت منها. حاولت ندى نافع تاخد الكره وتسيطر عليها، سيطرت عليها فعلا لكن في الاخير زمن ال 24 ثانيه والبازر تايم كان هو الاسرع تجاه النادي الاهلي. اوتسايد لصالح مصر للتأمين. نوشتها هتخرج ودينا عمرو هتخرج، تنزل فاتو وسوريا. خماسي نادي مصر التأمين منهم أربعة لعبوا للنادي الأهلي. هقول لحضراتكم على اسمها. وادي باص كده بترن أوفر، تقطع على طول سوريا وتعمل ستيل. سوريا لسه سوريا طلعت لبيكو، بيكو لفاتو تحت الباسكت، لفت وراحت وشاطت وسجلت نقطتين لصالح النادي الأهلي. توقف آخر وتايم أوت ليه كوتش نيفين عقل. 47-19 اعزائي المشاهدين، تايم اوت للكوتش نيفين عقل المدير الفني لنادي مصر التامين. نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
خلص التايم اوت او انتهى التايم اوت اللي طلبته الكوتش نيفين عقل. فريده وائل، فاتو، ثريا، ندى، نافع وحبيبه بيكو، ده خماسي النادي الاهلي، عوده هلا علي ورانا عبد ظاهر وهاجر اختها التوأم متواجده. وهنشوف مين الثنائي المتبقي. ندى ياسر لسه موجوده ومنى مطيع. لا زال ضغط النادي الاهلي مستمر. اخر الدقائق في عمر احداث الكوارتر الثاني. ندى ياسر بتعدي بسكرين، هاند اوف على طول مع هاجر علي. هاجر في الوان ان وان، هاجر طلعت لرنا عبد ظاهر، رنا في الاوبن شوت للمره الثانيه لكن لا تنجح في التسجيل. فاتو ديفنسيف ريباوند، سلم على طول لبيكو، بيكو تقلب الملعب لثريا، ثريا في الوان ان وان، تقلب الباص حلو قوي، الملعب حلو قوي، الفريده اللي قطعها في غفله دفاعيه تامه من لاعبات نادي مصر التامين عشان تسجل نقطتين كمان وتخلي الفارق 30 نقطه 49 19. هاند اوف على طول مع ندى ياسر، رنا عبد ظاهر، وهاند اوف مع هاجر. هاجر لسه، هاجر طالبه السكرين، هاجر عدت هاجر من ثريا، هتطلع كيك اوت لرنا عبد ظاهر، رنا والاوبن شوت للمره دي مع البازر تايب تنجح في تسجيل 3 بوينت جديده لصالح نادي مصر الثاني. ثريا عايزه ترد على طول من بعيد لكن لا تنجح في التسجيل، تلم على طول هاجر. هاجر علي تسلم لرنا عبد ظاهر، تاوش حلو قوي، الفيك في البنتريشن لكن في الاخير ندى نافع تنجح في الاستيل، تسلم على طول ثريا في الفاست بريك لفريده وائل وتنجح معاها في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي 51 22. فريده وائل للنادي الاهلي. قلب الكوتش طارق خيري زون ديفنس 2 3. فاتو تعمل ستيل، ندى سيطر على الكرة والجامبول هنا، لا والله راحت لفاتو، سلمت لثريا، ثريا في الفص بريك 3 على 1، تروح ثريا بالباور لاب لكن ما تنجحش في التسجيل. هاجر تلم على طول في الديفنسيف ريباوند 3 على 1، يترد فص بريك تدي لاختها اللي بتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. من السيست من هاجر والباسكت من هاله. حبيبه بيكو، بيكو تاخد سكرين من فاتو، بيكو في الكروس اوفر عايزه تعدي لسه مسيطره على الكوره. ندى نافع بالبيس داين، تهوش حلو قوي وتروح وتوصل من الميدل لكن ما بتنجحش في التسجيل، تحاول معاها مره ثانيه وتنجح في الريباوند، سلم ليه فريده وائل، طلع كيك اوت لفاتو تحت الباسكت، فاتو هتلف وتشوط ولا الفيد اواي ولا هتطلع كيك اوت لكن الاوت اوف باوند او دايسه على اللاين تطلع اوتسايد لصالح نادي مصر للتأمين. هلا سلم لهاجر، لسه الاهلي زون ديفنس، رانا عبد ظاهر تقلب ليه ندى، ندى على الاوبن شوت 3 بوينت لكن بعيده قوي، ينجح منا مطيع انها تلم باوند وتاخد فاول من فريده وائل. اخر دقيقه في عمر احداث الكوارتر الثاني، تقدم النادي الاهلي 51 24. عودة مرال أشرف إلى أرض الملعب. نزلت مكان فريدة وائل في غفلة دفاعية تامة من فاتو، تنجح رنا عبد الظاهر في تسجيل نقطتين من الأوتسايد وتعلي وتضايق الفارق إلى 24 51. بيكو هاند أوف مع مرال أشرف. مرال تاخد السكرين من فاتو في البيك أند رول في الميس ماتش، تستغل وتسلم لفاتو لكن الكرة تقع منها كده وتحاول معاها لكن في الأخير تحجز عليها هاجر علي وتطلع الكرة اوتسايد لصالح نادي مصر للتأمين. تركيز من كوتش طارق خيري في احداث المباراة 51 24. ندى ياسر تاخد سكرين من رنا عبد ظاهر، تسلم رنا عبد ظاهر مرة ثانية، رنا لسه رنا، تسلم ندى ياسر، ندى تحاول تعمل بنتريشن توصل وتروح لكن بلوك ولا اروع من فاتو، على طول تستلم مرال اشرف وتبدا الهجمه. مرال مستني اللي قطع، قلبت لبيكو، بيكو في الاكسترا باص لثريا، ثريا على الاوبن شوت 3 بوينت ولا اروع، فاست بريك نموذج تنتهي ب 3 بوينت لثريا على طول تايم اوت. ادي الكره مره ثانيه، ادي الاكسترا باص من بيكو، ادي الفينش من البيز لاين 3 بوينت ولا اروع من ثريا
على طول تزود الفارق الى 54-24، فرق 30 نقطة، وانتهت احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي 54-24. اعزائي المشاهدين، استراحة قليلة ما بين احداث الكوارتر الاول، على ان نلقاكم باذن الله في بداية احداث الكوارتر الثاني، فلا تذهبوا بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، عودة مرة أخرى في بداية أحداث الكوارتر الثالث واليوم الأخير في الدورة المجمعة الأولى في الذهاب لدوري المرتبط موسم 2023-2024. انتهت أحداث الكوارتر الأول بنتيجة 28-13 لصالح الأهلي على التأمين، وانتهت احداث الكوارتر الثاني بتفوق النادي الاهلي 54-26 لصالح النادي الاهلي. كانت قبل هذه المباراه قيمه مباراه الاهلي والتامين لفريق تحت 18 سنه، استطاع بنات 18 سنه بقياده الكوتش ماجد سلامه بالفوز على التامين بنتيجه 93-36. العلامه الكامله لفريق 18 سنه، وايضا باذن الله العلامه الكامله لفريق الدرجة الأولى بقيادة الكوتش طارق خيري. تشكيل الفريقين، فريق التأمين حور عبد الظاهر، رنا ندى، ياسر، هاجر علي، ملك شعبان، رنا نبيل، كريمان صلاح، هالة علي، رنا عبد الظاهر، نادين ياسر، سلوى هارون، مريم صلاح، منى مطيع. القيادة الفنية للكوتش نيفين عقل، أما النادي الأهلي رضوى محمد، حبيبة بيكو، سرايا محمد، تمارا نادر، يارا أسامة، رنيم جداوي، دينا عمرو، ندى نافع، نوى شتا، فريدة وائل، ميرال أشرف، والسنغالية فاتو جيجانيه، والقيادة الفنية للكوتش طارق خيري. كوتش طارق خيري أشرك 11 من 12 لعيبة، نقص 12 لعيبة في أحداث الكوارتر الأول والثاني. 9 لاعبات فقط من مصر التأمين من أصل 12 لعيبة شاركوا في أحداث الكوارتر الأول والثاني. الستارت لاين أب للنادي الأهلي: ميرال أشرف، فاتو، ندى، وسرايا، ورضوى محمد. ده الستارت لاين اب للنادي الاهلي. اما الستارت لاين اب للنادي التامين هقول لكم عليه، وادي اولى الاختراقات توصل ل ندى نافع على الاوبن شوت، ندى والثري بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، تلم رضوى محمد على طول وتسلم لفاتو بطريقه روعه الروعه، اسيست جميل من رضوى محمد لفاتو تسجل اولى احداث نقاط احداث الكوارتر الثالث. ندى ياسر، رنا نبيل، منى مطيع، سلوى هارون، رنا عبد الظاهر، ده الخماسي لمصر التامين. تحت الباسكت رنا عبد الظاهر تلف بالهوك لكن لا تنجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول عند سرايا، سرايا تبدا الملعب وتروح في الاول زاوية، تقلب لندى نافع في الباور لاب، لا والله في الباك لاب، تنجح في تسجيل نقطتين. عوده حميده، ندى نافع بعد الاصابه في مباراه الطيران في منطقه القاهره، كانت شديده كده والحمد لله عادت بالسلام. هاند اوف من رنا نبيل لندى ياسر، لسه ندى تبحث عن سلوى هارون، سلمت سلوى هارون فعلا، حاول تعمل لها الباك دور، رنا عبد الظاهر نجحت لكن اتلم عليها الديفنس بطريقه صحيحه. ندى ياسر تاخد السكرين، اخر ثلاث ثواني في زمن الهجمه، منى مطيع لكن السيل على طول كان موجود من سرايا، هافاس بريك 3-1، سرايا تنجح في التسجيل، لا والله ما نجحتش، تلم ندى ياسر تسلم لفاتو، فاتو على الميديام شوت تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي 60-24 لصالح الملكات. رنا نبيل مان تو مان لازال النادي الاهلي، رنا، سلوى هارون، سكرين لرنا نبيل عشان تطلع تستلم، استلمت فعلا منى مطيع جايلها لكن هي قررت الاعتماد على نفسها ودخول وتحط باور لاب ولا اروع، تنجح في تسجيل نقطتين رنا نبيل. مجهود فردي بدات من نادي سبورتنج ثم انتقلت الى النادي الاهلي وحاليا هنا في نادي مصر للتامين. زي ما قلت لحضراتكم في لاعبات كتير في نادي مصر التامين لعبوا للنادي الاهلي، لكن 3 بوينت كده من النادي الاهلي لا تنجح في التسجيل، رنا عبد الظاهر واحده من اللاعبات اللي لعبت للنادي الاهلي، سلوى هارون ايضا لعبت للنادي الاهلي، رنا عبد الظاهر واختها حور، رنا في السكرين عايزه تشوت بيك اند رول، سلمت لسلوى، سلوى هوشت فاتو وراحت من البيز لاين لكن في فاول وخطا شخصي على فاتو دي جميل. تم تغيير الكابتن رنا خالد، مش عارف الصراحه ايه الاسباب، وهقول لكم اللي نزل مكان كابتن رنا خالد الحكم الثانيه هي كابتن ريم عماد. سلوى هارون والفري ثرو الاول تنجح في التسجيل، اولى نقاط الكوارتر
الثالث لمصر التأمين 60-27، والفري ثرو ثاني ايضا ناجح لسلوى هارون. رضوى محمد تبدا الهجمه، هندوف مع ثريا تاخد سكرين تعدي طريق فاضي كيك اوت لميرال، ميرال على الاوبن شوت، ميرال 3 بوينت ولا اروع لميرال اشرف تنجح في تسجيل ثلاث نقاط جديده لصالح بنات وملكات النادي الاهلي. رنا نبيل سلم ندى ياسر لمنى مطيع لرنا الناحيه الثانيه، رنا من البيس لاين طلعت لرنا عبد الظاهر، رنا عبد الظاهر على الاوبن شوت 3 بوينت لا تنجح في التسجيل، فاتو ديفنسيف ريباوند على طول وتسلم لرضوى محمد، تقلب الملعب لندى، ندى في الباك لاب ولا اروع فاست بريك ولا اجمل نموذج في الاداء ونقل الكره بسرعه قويه جدا. رنا نبيل بدايه الهجمه لمصر التامين، رنا سلم منا مطيع منا، لكن هنا في فاول على ندى نافع. اوتسايد لصالح مصر التامين. سلمت رنا ابزار في البيز لاين، رنا تحاول تعدي. تاخد سكرين منا مطيع بيك اند رول، لكن توقف البيك اند رول على طول بتفلش قوي جدا من الاهلي. رنا نبيل لندى ياسر في البيز لاين في الثواني الاخيره من زمن الهجمه، منا مطيع كان البزر ال 24 ثانيه، دفاعات قويه من النادي الاهلي تنجح لاعبات الاهلي في امتلاك الكره وحيازتها مره اخرى بعد انطلاق صافره انتهاء زمن الهجمه. رضوى تشاور كده مع ثريا، رضوى سكرين من فاتو، عدت رضوى استجر سكرين مره ثانيه، تقلب السكيب باص على طول لثريا، ثريا في البنتريشن من البيز لاين توصل بالباور لاب لكن ما تنجحش في التسجيل، لكن تنجح في الحصول على خطا وفاول على منا مطيع رقم 77. اسلوب اول لثريا، تنجح في التسجيل، والفري ثرو الثاني لثريا سوكا اطلق عليها الاتحاد الدولي لكره السله ذا كوين اوف ايجيبت، والفري ثرو الثاني ايضا ناجح. رنا نبيل في بدايه الهجمه لمصر التامين، بص كده الكوتش نبيل عقله تقول لها هنلعب ايه. ندى ياسر لرنا عبد الظاهر طلع على شوطه فعلا شاطر على الاوبن شوت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط جديده للصالح مصر التامين عشان تبقى النتيجه 67-33. كانت حلوه قوي من ندى اللي بتنجح في السيمي هوك انها تجيب الكوره لكن ما بتنجحش في التسجيل، فاتو على طول بتقول لها ما تخافيش انا وراكي في السكند شوت، وتنجحت في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي. ندى ياسر 69-33 منا مطيع لرنا نبيل، طلع كيك اوت لرنا عبد الظاهر على الاوبن شوت مره ثانيه لكن المره دي ما بتنجحش، فاتو على طول بتلم وتسلم لرضوى، رضوى في الاول زاوية، رضوى في الاول زاوية تقلب لثريا، ثريا في الاوبن شوت على 3 بوينت لكن بعيده ما بتنجحش في التسجيل، تخبط في ايد ندى وبتطلع اوتسايد لصالح نادي مصر للتأمين. رنا نبيل لندى ياسر عدي سكرين من منا مطيع في البيك اند رول، سلمت لمنا راحت منا باللي اب لكن ما بتنجحش، بلوك على طول بين فاتو بتسلم ليه رضوى، رضوى الميرال، ميرال على اوبن شوت مره ثانيه تنجح في تسجيل ثلاث نقاط جديده ميرال اشرف عشان تخلي النتيجه 72-33. رنا نبيل درايف رنا استغل الطريق فاضي راحت وصلت لكن الفاول هنا من ثريا على رنا نبيل بتو شوتس لصالح رنا نبيل. ادي 3 بوينت الاخيره لميرال اشرف، وادي تغيير يارا اسامه واولى مشاركاتها مكان فاتو وايضا رنيم جداوي مكان ندى نافع. تو شوتس لصالح رنا نبيل، فري ثرو اول لرنا ناجح. كوتش طارق خيري بيبلغ لاعباته هنرجع مان تو مان، وادي فري ثرو تاني او
او بيتوقع ان التامين هيلعب مان تو مان. فعلا التامين بيلعب مان تو مان. وادي رضوه حاول تعدي كده تخطف الكره لنادي ياسر وتعمل الستيل تطلع على طول، لكن هنا في ووك خدت اكتر من قرار في توقيت واحد، ووك على نادي ياسر وبتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 14 ثانيه جديده للاعبات الاهلي. كوتش طارق خيري وتعليماته. رنيم جداوي، وادي كات رائع من ميرال اشرف اللي تنجح في تسجيل نقطتين كمان باختراق ولا اروع وبتحرك ولا اجمل من ميرال اشرف. كله فاكر انها طالعه على 3 بوينت لكن قطعت لجوه ونجحت انها تاخد الكره وتستلمها وتسجل نقطتين. كريمان محمد اول نزول ليها في احداث الكوارتر الثالث. كوكي الشهيره بكوكي، سلوى هارون، سلوى هاند اوف معاه نادى ياسر لكن قررت تعتمد على نفسها وتلف وترتكز، هتطلع كيك اوت لكريمان في الثواني الاخيره ثانيتين ثانيه. نجحت كريمان مع البازر تايم انها تسجل نقطتين مع نهايه احداث زمن الهجمه. 37-74 رضوى محمد سكرين من يارا اسامه، رضوى طلعت لسرايا، سرايا طلبت السكرين او وسعت كده عملت الكلير، سرايا في الدرايف راحت بالباك ليب ولا اروع، ريفرس ليب ولا اجمل لصالح سرايا محمد نقطتين ولمسات من لمسه من لمسات سرايا محمد. كريمان او كيكي او كوكي كما يقال على الاوبن شوت ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي في الديفنسيف ريباوند، ميرال اشرف السكيب باص على طول عند سرايا لكن اطول من اللازم تطلع اوتسايد. نادى ياسر تخرج من التامين تنزل هاجر عالي، ادي ريفرس لياب رائع من سرايا محمد. شوف تغييرات الفريقين، نادى ياسر خرجت هاجر علي او هاله علي مش متاكد هي اللي نزلت، هي هاله علي. والاهلي لم يجري تغييرات، لا والله اجرى تغيير بخروج رضوى ونزول دي نعم. هاله علي تلحق الكوره تسلم لسلوى هارون، سلوى هارون عندها الاكسترا باص لكريمان، كريمان تقلب لرنا نبيل، رنا في الدرايف تروح على الفلوتر شوت ما بتنجحش في التسجيل، شوطه كده في الرمق الاخير، وادي باص من باصات سرية لرنيم جداوي تنجح في تسجيل نقطتين مره ثانيه لصالح النادي الاهلي. 78-37 هاجر او هاله علي عفوا من تمان النادي الاهلي. سلوى هارون اطعلها، كريمان تاخد السكرين من كريمان بيك اند رول لكن كريمان ما شفتهاش، تسلم على طول وتروح وتشوط لكن ما بتنجحش في التسجيل. يارا ديفنسيف ريباوند سلم على طول لسرايا في الفاست بريك، سرايا رايحه لوحدها، وادي واحده من باصات سرايا تنجح في تسجيل نقطتين. رنيم جداوي بعد اسيست اكتر من رائع لسرايا. يا سلام لو نعيدها مره ثانيه ونتفرج على لمسات سرايا الجميله. ادي سرايا وادي الباص من ليميرال، انا قلت رنيم جداوي لكن هي ميرال، باسكت جميل على طول. كوتش نيفين عقل تطلب تايم اوت لايقاف تقدم الاهلي. لو زملائنا الاعزاء في الكنترول نظره على السكور بورد في الملعب نبقى شكرا جدا لحضرتك. تايم اوت نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبته كوتش نيفين عقل. ايقاف تقدم الاهلي وزي ما حضراتكم شفتوا على السكور بورد 211 ثانيه متبقيه. مخرجنا النهارده بيمتعنا بكل الالعاب الحلوه اللي بيلعبها النادي الاهلي في الكوارتر الاول والثاني والثالث. رجعنا للمباراه مره ثانيه، شكرا لمخرجنا وشكرا للاعداد وشكرا للاستمتاع. هنا في صافره كابتن تامر يحيى، هل شك في امر ما وخلاص
الموضوع تمام. هلا وهاجر في الملعب معاهم خرجت رنا نبيل. وادي هاجر علي تسلم نادين ياسر مفتوح حاولت كده تباصي لكن السيل حاضر على طول من يارا سامة تاخد الكره سرايا تتقطع منها توصل لكريمان كريمان لهاله هاله على اوبن شوت 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط هاله علي. وهنا يعني اعتراضات بيقولوا ان الكره مع سرايا كانت فاول لكن خلينا في المباراه. رنيم جداوي بنتريشن من البيز لاين تنجح في تسجيل نقطتين وفاول واند 1 على كريمان محمد رقم 7 او عفوا على هاجر هلا علي رقم 10 اند 1 لصالح رنيم جداوي. رنيم فري ثرو ناجح واند 1 ناجحه لصالح رنيم جداوي. اخر دقيقه ونص في احداث وعمر زمن الكوارتر الثالث. هل سيشهد النادي الاهلي وصوله الى النقطه 100؟ ده اللي هيرد عليه فينا الكوارتر الرابع. صلوا هارون لهاله بتهوش هاله فيك تاخد سكرين من نادين ياسر تقف على الاوبن شوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل تلم على طول رنيم جداوي ديفنسيف ريباوند طلع على طول للدينا عمرو. دينا تقلب الملعب لسرايا سرايا تهدى بالملعب طلب السكرين من يارا جات لها يارا بيك اند رول على طول حلوه قوي الهاي لو ده حلوه قوي الفينش بايديها الشمال يارا اسامه بعد اسيست من رنيم جداوي. لكن البدايه قرت رنيم جداوي ما تفكر فيه سرايا محمد كريمان كوكي ليه سلوى هارون سلوى الطريق فاضي في البنتريشن راحت نجحت في الحصول على خطا وفاول من يارا اسامه او رنيم جداوي عفوا باصه من اولها هنا الهاي لو استغلت الميس ماتش يارا اسامه استغلت ان معاها المان بتاعها والديفنس بتاعها اقصر منها نجحت في انها تاخد بوزيشن وتنجح وتلف وتجيب وتسجل نقطتين. سلوى هارون فري ثرو اول نجح والفري ثرو الثاني سلوى هارون 85-41 لصالح بنات الاهلي 85-42 وتغيير وخروج سلوى هارون هنشوف نزلت من مكانها. تحولت سرايا الى مركز البوينت جارد سلوى هارون نزلت مكانها منا مطيع علقت الكره حلوه قوي لسرايا محمد اسيست على اروع ثرو باس كده او الباك دور كده زي ما بتقال في الكوره ثرو باس نجحت سرايا محمد من خلف المدافعين انها تاخد الكوره وتروح على الباسكت وتسجل نقطتين. هلا سلم لمنا مطيع او رنا نادين ياسر تنجح في تسجيل نقطتين نادين ياسر بعد اسيست من منا مطيع نادي بتاع رنيم جداوي سلم الكره الى يارا اسامه يارا اسامه تنجح في الحصول على فاول وخطا شخصي وتاتي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بنتيجه 87-44 في تو شوتس لصالح يارا اسامه فاول قبل البازر تايم في ثرو اول ليارا اسامه تنجح في التسجيل 88-44 يارا سامة والفري ثرو الثاني لا تنجح في التسجيل. خلاص انتهت احداث الفتره الثالثه والكوارتر الثالث بنتيجه 88-44 لصالح ملكات الاهلي. استراحه ما بين احداث الكوارتر الثالث والرابع نلقاكم في بدايه احداث الكوارتر الرابع باذن الله فلا تذهبوا بعيد.
رجعنا تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث الفصل الاخير في عمر هذه المباراه والكوارت الرابع ما بين النادي الاهلي ومصر للتامين على شاشه قناه النادي الاهلي دائما وابدا قناه الاهلي في دعم ومتابعه جميع العابها وجميع ابطالها باذن الله. انتهت احداث الكوارتر الثالث 88-44 اللي ما كانش متابع نتائج الكوارترات، الكوارتر الاول 28-13، الكوارتر الثاني 54-26 لصالح النادي الاهلي، واخيرا الكوارتر الثالث 88-44. 34 نقطه سجلهم النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثالث. والان الى الكوارتر الرابع، نادين ياسر ومريم صلاح او الحاوي نشوف الستارتن لاين اب هنا. نادين ياسر، مريم صلاح، منا مطيع، هاجر، وهاله علي. ده خماسي اللي بدات بيه الكوتش نيفين عقل. اما خماسي النادي الاهلي دينا عمرو، يا رسامه حبيبه بيكو، فريده وائل، ونوع شتا، منتومان النادي الاهلي. الحيازه لصالح مصر الثاني. مريم صلاح، الحاوي، حاول تعدي في ال1 ان 1، تقف وترتكس، تطلع على طول لمنا مطيع، منا تعمل بنتريشن، تلف وترتكس بالباك بيفوت، تروح لكن البلوك كان حاضر على طول من يا رسامه، تروح على طول لدينا عمرو. دينا لسه كرة مع دينا، اتعمل عليها تراب لكن ترن اوفر كده وباد باص، وتروح الكرة على طول لصالح نادي مصر للتأمين. الاوت سايد لمصر للتأمين. هلا علي في مركز البوينت جارد او صانع الالعاب، لسه الاهلي مان تو مان. نادين ياسر لهاجر علي، هاجر هتسلم لمنا مطيع، منا مطيع طلع كيك اوت للحاوي، تشوط على الاوبن شوت، تنجح في تسجيل اولى نقاط احداث الكوارتر الثالث. ثلاثيه من مريم صلاح، 3 بوينت جديده من مريم صلاح، حبيبه بيكو، والهاند اوف مع فريده وائل، سكرين من يارا اسامه، بتقول نوع شتا في السكرين الثاني، دينا عمرو بلاي 1 ان 1، طلعت ليارا اسامه، يدينا عمرو مره ثانيه، نوع شتا تحت الباسكت، لكن منا مطيع بتحاول تزق الكوره كده وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد اهلاوي، حبيبه بيكو في الدرايف، راحت علقت الكوره، شاطت لكن لا تنجح في التسجيل. نادين ياسر على طول ديفنسيف ريباوند، تسلم ليه؟ هلا علي، هلا تروح بشمالها هلا لكن لا تنجح في التسجيل. كابتن تامر يحتسب فاول وخطا شخصي على نهى الشتاء بتو شوتس لصالح نادي مصر للتأمين. تو شوتس لهالة علي، فري ثرو اول لهالة، تنجح في التسجيل. والفري ثرو الثاني لهالة لا تسجل، نوها شتا على طول ديفنسيف ريباوند، تعترضها مدين ياسر بفاول وخطا شخصي لصالح نوها شتا. بيكو تسلم ليه؟ دينا تسلم لبيكو مره ثانيه، تبدا الهجمه، حبيبه بيكو تاخد السكرين، تسيطر على الكوره، تسلم ليه؟ يارا اسامه، يارا تقلب بالباك بيفوت، وتطلع كيك اوت لفريده وائل، فريده في الاوبن شوت من البيز لاين، تشوط لكن لا تنجح في التسجيل. وهنا في صافره واوفنسيف فاول، هنشوف على مين؟ على نهى الشتا، اوفنسيف فاول طبقا لاشاره كابتن تامر، واوت سايد لصالح مصر الثاني. هلا علي لاختها هاجر، منا مطيع لهالة مرة تانية بعد ما خدت سكرين، طلبت سكرين، سلمت للحاوي، الحاوي لهالة أو هاجر عفوا، هاجر في الدرايف واحد على واحد لكن قررت إنها تشوط بالفيد أواي لكن ما تنجحش في التسجيل. نوع شتا على طول تلم وتسلم لفريدة وائل، فريدة في الفاست بريك مستنية القطع ولا هتخلص؟ هتخلص هي، راحت في الريفرس لاب لكن ما بتنجحش في التسجيل، وبتحصل على فاول من نادين ياسر والتو شوتس لصالح فريدة وائل.
88 48 لصالح ملكات الاهلي. فريده فري ثرو اول ناجح. فريده والفري ثرو الثاني والرميه الحره الثانيه بتسجل. نادين ياسر على طول بتلم وتسلم لهاله علي. هاله في الاول زاويه. هاله راحت هاله وصلت هاله خدت الفاول. هاله من يارا اسامه خدت الفاول من يارا اسامه وتو شوتس لهاله علي. يارا اسامه هتخرج هتنزل مكانها اعتقد اللي كان لا يارا اسامه لسه متواجده في الملعب. هل التغيير ده في صفوف نادي التأمين ده اللي هنشوفه دلوقتي. هل على الفري ثرو الأول تنجح في التسجيل. هل هو الفري ثرو الثاني. تنجح أيضا في التسجيل. في صافرة. بيكم في بداية الهجمة للنادي الأهلي حبيبة بيكم مان تو مان نادي مصر التامين. نوع الشتا بتاخد السكرين لحبيبة بيكم تقلب الهاي لو لكن قلبت الناحية التانية يا رسامة طلب سكرين من فريدة وائل. فريدة والبيك اند رول رائع لكن ندى ياسر اللي نزلت لسه نازلة دلوقتي تحط ايديها في الكرة وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الأهلي. 8 ثواني على انتهاء زمن الهجمة. تمر نادي العادة الأرض الملعب. تمارا سكرين من يارا سامه. تمارا على الاوبن شوت شاطت على الستريت بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط جديده لصالح بنات النادي الاهلي تقترب من حاجز ال 100 نقطه. 92 50 لصالح بنات النادي الاهلي. لم ينتصف احداثها الكوارتر الرابع. هنشوف دلوقتي بنات النادي الاهلي هيفنشوا الجيم بسكور قد ايه. ندى ياسر بيكندرول رائع مع نادين ياسر لكن ما بتنجحش في التسجيل. فريده وائل على طول على الديفنسيف ريباوند. فريده لسه الكره مع فريده تقلب الملعب نوع شتا لتمارا نادر مره ثانيه تاخد سكرين من نوع شتا سلم لفريده وائل. فريده فيك حلو قوي وتروح وتوصل لكن لا تنجح في التسجيل. تلم على طول حبيبه بيكو في الاوفنسيف ريباوند. تمارا نادر تهوش تعمل بنتريشن توصل تروح لكن تخطف منها توصل على طول لندى ياسر. ندى توصل على الفص بريك بشمالها لا تسجل لكن حبيبه بيكو حاضره في الديفنسيف ريباوند. بيكو في الوان ان وان لكن هنا في فاول وخطا شخصي حبيبه بيكو لصالح حبيبه بيكو اوتسايد. ادي 3 بوينت لتمارا نادر بعد ما خدت سكرين من يارا اسامه. هجمه اهلاويه بيكو تاخد سكرين من يارا اسامه هتشوط قلبت الملعب على طول لتمارا نادر. تمارا راح يطلع يارا اسامه تو مانز دلوقتي. تمارا عملت الاسيست حلوه قوي لفريده وائل اللي قطع لها في توقيت مثالي تنجح في تسجيل نقطتين عشان على طول كوتش نيفين عقل تطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي. 94 50 خمس دقائق 45 48 ثانيه. شكرا مخرجنا على السكور بورد. 5 دقائق 48 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراة. 50 التأمين 94 النادي الاهلي. تايم اوت اللي طلبته الكوتش نيفين عقل والحيازه لصالح نادي مصر التامين. هل هيضغط النادي الاهلي كما عوضنا الكوتش طارق في
تغيير الدفاعات المستمر ده اللي هنشوفه دلوقتي. بقى 90-50 من تمان النادي الاهلي. ندى ياسر سكرين من منى مطيع لسه ندى قبلتها يارا اسامه بيك اند رول هنا وسلمت لندى مطيع لكن بلوك رائع والفاول كان الاسرع لتمارا نادي. منى مطيع تو شوتس بعد ارتكاب تمارا نادي الفاول على منى مطيع. فري ثرو اول لمنى ينجح في التسجيل. فري ثرو تاني لمنى ينجح ايضا في التسجيل. ضغطه كريم مريم صلاح على بيكو. بيكو في الاول ذا واي طلعت دينا عمرو. دينا عمرو نوها شتا لتمارا نادر لبيكو في البيز لاين على الاوبن شوت تنجح في تسجيل 3 بوينت جديده لحبيبه بيكو وتقرب من فارق ال 100 نقطه بفارق 3 نقاط اقل 97-52. هلا علي سكرين من نادين ياسر بيك اند رول مع نادين ياسر تلف وترتكس سلم لنا منا مطيع منا في ال 1 اون 1 تلف وتموه بجسمها وتنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي مصر الثاني. حبيبه بيكو في بدايه الهجمه انتصاف احداث الكوارتر الرابع يتبقى اقل من 5 دقائق. دينا عمرو دينا سلمت ليارا يارا في الهاي لو مع نوع شتا لكن توقيت البصه مش صح. الحاوي على اوبن شوت لكن ما بترجعش في التسجيل. نادين تلم على طول سكند شانس لندى ياسر. ندى طلب سكرين منى مطيع في السويتشات على طول دينا بتتحرك تسلم على طول لهاله. هاله على اوبن شوت 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط كمان من مسافه بعيده جدا وباستخدام مربع الباسكت. بيكو زون ديفنس قلب النادي مصر التأمين. في صافره وفي توقف للعب. حبيبه بيكو 3 بوينت الاخيره ليها. سر توقف اللعب هنشوف دلوقتي وهنعرف. رجعنا الملعب مره ثانيه. الحيازه للنادي الاهلي حبيبه بيكو تقلب على طول نوع شتا لبيكو مره ثانيه بساط سريعه تنتهي عند تمارا نادر. نوع شتا تسلم ليارا اسامه تحت الباسكت ريفرس لاب لكن ما بتنجحش في التسجيل. دينا عمرو سكند شانس وتقف وتشوت 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل. نادين ياسر ابو فتوح تنجح في الديفنسيف ريباوند وتسلم لهاله. هاله لسه الكره مع هاله تسلم لي مريم صلاح لهاله مع تحت الباسكت بالريفرس لاب لكن يارا اسامه بتقول لها لا ستوب انا هنا في بلوك جاهز وحاضر. بلوك من يارا اسامه والاوتسايد لصالح مصر الثاني. فتعود الى ارض الملعب مكان نوع شتا. مريم نادين ياسر لمريم صلاح طلب السكرين راحت من الميدل. مريم تقف على الاوبن شوت تنجح في تسجيل 3 بوينت جديده لتضييق الفارق الى 97 نادي الاهلي 60 نادي مصر التامين. فاتو تنجح في الحصول على خطا وفاول من نادين ياسر بتو شوت لصالح فاتو دي جاني السنغاليه. فاتو ندى نافع تعود الى ارض الملعب مكان يارا اسامه. ادي 3 بوينت الاخيره لمريم صلاح او الحاوي كما تحب يعني زي ما بتقول الناس بتحب تندها بتقول لها الحاوي. بالمناسبه اخت كريمان صلاح في شقيقتها بنفس الفريق والاثنين بداوا في النادي الاهلي. فاتوا على الاوبن على الفري ثرو الاول لا تنجح في التسجيل. فاتوا على الفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل. سلوى هارون بدل من نادين ابو الفتوح. هلا علي لندى ياسر 98 الاهلي 60 التامين. هلا
كريم الحاوي، لكن المره دي ما بترجعش في تسجيل، صراع على الكره، فات وتحصل على طول وتحسمه، سلم لدينا عمرو، دينا بالكروس اوفر تعدي، حاول تعدي لكن بيتم اعتراضها بفاول وخطا شخصي. وفاول لصالح النادي الاهلي. في تكنيكال فاول اعتقد، خلينا مع الحكمه. يعني كنا نعرف بس ايه اللي حصل. اعتقد في تكنيكال فاول. هنشوف، خلينا مع كابتن تامر. شوف ايه القرار اللي تم اتخاذه. في اعتراض من كابتن نبيل عقل. رمية وحيازة، اذا تكنيكال فاول على الكوتش او على ال ده تكنيكال فاول على لعيبه كده، خمسه فاول طبقا لاشاره كابتن تامر يحيى. حوار جانبي ما بين كابتن نبيل عقل وكابتن تامر يحيى. اعتقد تكنيكال فاول تم احتسابه على لعيبه وخرجت خمسه فاول. يعني احنا ما شفناش رن عبد الظاهر في النزول. وادي دينا عمرو على الرمي الحر او الفري ثرو، لا تسجل. رميتين وحيازه. يا عم ضهري وجاني. رميتين وحيازه لدينا عمرو، الرميه الحره الثانيه او الفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل. كده يبقى تكنيكال فاول وان سبورتس. ثلاث رميات تنجح دينا عمرو في تسجيل رميتين والحيازه للنادي الاهلي. 60 التامين، 99. اعتقد السكور في حاجه يعني في اقرب توقف، بس نبص على السكور يا جماعه. تمارا نادي مان تو مان، ندى نادي التامين كيك اوت، لكن رن عبد الظاهر 99. شكرا كده مظبوط، شكرا جدا لحضراتكم. 99 60 مظبوط. وادي الاوتسايد على نادي مصر التامين. دقيقتين 25 ثانيه متبقيه والاوتسايد اهلاوي حبيبه بيكو لتمارا نادر. سلم ندى، ندى نافع تقلب الكوره، لكن ال 24 ثانيه كانت زمن الهجمه انتهى لصالح نادي مصر التامين. دقيقتين وحوالي 25 ثانية على انتهاء زمن أحداث الكوارت الرابع. هل سيشهد ستشهد فتاة النادي الأهلي كسر حاجز المئة كما حدث أمام الطيران في بطولة دوري المنطقة؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. هل علي لرن عبد الظاهر اللي بتنزل عشان عندها مهمة 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط وتضيق بيهم الفارق الى 99 63. ندى نافع تقلب الملعب على طول لتمارا. تمارا لدينا اللي حبيبه بيكو، بيكو في البنتريشن، تسلم لندى نافع في البيك اند رول، تقع من ندى نافع لكن في الاخير تخبط في رجل ندى نافع وبتطلع اوتسايد لصالح نادي مصر للتأمين. ده نسبة رنا عبد الظاهر نجحت بعد أول تراي كده على الباسكت بعد نزولها إنها تسجل ثلاث نقاط وتضايق الفارق إلى 99 63. ندى ياسر في الدرايف، ندى طلع كيك أوت على طول في البيس لاين، إكسترا باص لهالة، هالة على الأوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. صراع ينتهي عند ندى ياسر، تلم الكرة في السكند شوت أو السكند شانس. ندى حاول تعدي في الدرايف توصل وتطلع كيك أوت لكن في فاول بتعترضها اعتقد دينا عمرو رقم 10. فعلا دينا عمرو رقم 10 والفاول تو شوتس لصالح ندى ياسر. ندى ياسر والفري ثرو الاول غير ناجح. ندى والفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل.
هجمه النادي الاهلي عن طريق حبيبه بيكو لندى. ندى نافع تقلب ليه تمارا على طول لبيكو مره ثانيه. نفس خطه النادي الاهلي. وادي باص حلو قوي لكن في الاخير ما تحصلهاش على طول ندى نافع. وادي درايف من تمارا نادر والصافره في خطا او مخالفه على تمارا نادر ممكن تكون ووك او حاجه فاوت سايد لصالح مصر الثاني. هلا علي تبدا الهجمه خلاص اخي اقل من دقيقتين على انتهاء احداث الكوارتر الرابع من المباراه. وادي ران عبد الظاهر 3 بوينت مره ثانيه لكن ندى نافع ديفنسيف ريباوند حاضر على طول تسلم لبيكو. بيكو في الاول زاوية بيكو قلبت لدينا عمرو. دينا في الاوبن شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. ندى نافع في السكند شوت وتطلع كيك اوت لتمارا. تمارا على الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتنجحش ايضا في التسجيل. منى مطيع على طول ديفنسيف راوند لهالة علي سلم لرنا عبد الظاهر. رنا لسه رنا معاها الكوره اقل من دقيقه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. رنا عبد الظاهر لندى ياسر. ندى تاخد الكوره والسكرين لسه ندى لسلوى هارون. سلوى هارون معاها فاتو تحاول تسيطر على الكره وتشوط لكن ال 24 ثانيه كانت هي الاسرع للنادي الاهلي. بيقول لهم العبوا العبوا طالما الحيازه في ايديكم العب على طول العب. دينا عمرو بتعدي قبل الثمان ثواني خلاص ارتضى الفريقان بنتيجه اللقاء وهي 99-64 واللاعبات بيسلمنا على بعض. مبروك للنادي الاهلي حظ اوفر لنادي مصر للتامين. انتهت احداث الكوارتر الرابع اعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شايفين 99-64. ينطلق النادي الاهلي باذن الله ملكات الباسكت الى الاسكندريه يوم الخميس القادم والجمعه والسبت ايضا لملاقات الاولمبي والطيران ومصر التامين. كل التوفيق لملكات النادي الاهلي والكوتش طارق خيري في الحفاظ على البطولات وسجل الله هزيمه مثل الموسم الماضي. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده. على ان نلقاكم باذن الله في لقاءات اخرى باذن الله قادمه. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.